النهارده في ازعاج شويه في الشارع، فاضطريت ان انا اقفل الشبابيك، فلما قفلت الشبابيك الدنيا بقت حر، فلو لقيتوني بعرق وبفرفر قدامكم وكل حاجه يبقى انتوا عارفين ايه السبب. بس حسيت ان انا لسه مصور الفيديو ده علشان النهارده فيديو قيم قوي، واشتريت حاجات انا كنت عاوزاها من الوكاله. وغير كده بقى ان هو اصلا الفيديو مجمع يومين، يعني انا نزلت يوم اربع ونزلت يوم حد وصورت اليومين مع بعض، وهوريكم انا اشتريت ايه من اليومين النهارده. فهو الفيديو النهارده مليان، فهاتوا كوبايه شاي وتعالوا تابعيني. انا جيت يا جماعه. السلام عليكم، معكم سارة سيد. لو اول مره تشوفيني وفيديو النهارده نتكلم عن الوكاله، صورته في يومين مختلفين واول مره اعملها علشان تعرفوا ايه الفرق. وانا من وجهه نظري ان مفيش فرق، هي الوكاله حظوظ. يعني انا نزلت في اليومين، كان يوم اربع على العصر وكان يوم الاحد الصبح كان عندي مشوار جنب الوكاله، فعديت على الوكاله يوم الاحد الصبح واشتريت في اليومين حاجات، يعني انا بالنسبه لي حاجات قيمه قوي وسعرها حلو، فهو ما كانش فيه فرق بين الايام. فهو الوكاله في الاول وفي الاخر هي حظوظ. زمان كان في فرق، كان في فرق بين يوم الاحد، كان في فرق بين يوم الجمعه، كان في فرق بين نص الاسبوع، لكن حاليا كله زي بعضه. بل ان يوم الجمعه الايام دي بقى غالي وبقى زحمه، والناس كلها حطت في دماغها ان يوم الجمعه ده افضل يوم، فخلاص التجار بقوا بيغلوا الاستاندات. يعني تلاقي الاستاند ب 100 جنيه 120 جنيه، في حال ان انتوا ممكن تلاقوا نفس الاستاند البواقي بقى بتاعت يوم الجمعه دي تلاقيها في نص الاسبوع الاستاند بقى ب 35 جنيه وبقى ب 50 جنيه. فهو يوم الجمعه ما بقاش فارق اي حاجه من باقي الايام، هو مجرد ان هو سمعته بقت حلوه في الوكاله. لكن انا عن نفسي كساره، هي الوكاله حظوظ وممكن تنزلي في اي وقت وفي اي ساعه وانت وحظك.